غادر كاتب الدولة الأمريكي جون كيري أمس مطار محمد الخامس الدولي بالبيضاء بعد أو في ختام زيارة رسمية قام بها للمملكة أجرى خلالها محادثات مع الملك محمد السادس. وأكد كيري حرص الولايات المتحدة على مواصلة العمل مع المغرب من أجل تعزيز السلام والاستقرار على الصعيدين الدولي والإقليمي. هذا وكان كاتب الدولة الأمريكي جون كيري قد أكد أمس بالرباط خلال ترأسه إلى جانب وزير الشؤون الخارجية والتعاون صالح الدين زوار افتتاح أشغال الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي بين البلدين. أكد التزام بلاده بشكل عميق إزاء دينامية الإصلاحات التي بشرها المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس. التفاصيل في روبورتاج مصطفى العسري وسهيل جابر. احتضن مقر وزارة الخارجية في الرباط صباح الجمعة أشغال الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي بين المغرب والولايات المتحدة، والذي ترأسه وزيرا خارجية البلدين صلاح الدين مزوار وجون كيري. أشغال شكل خلالها التعاون الاقتصادي نقطة محورية في الحوار الاستراتيجي بين الرباط وواشنطن، رغبة في الدفع بهذا القطاع إلى الأمام، حيث أنه بالرغم من اعتماد التبادل الحر بين البلدين إلا أن حجم الاستثمارات الأمريكية في السوق المغربية لا يمثل سوى 8% من مجموع الاستثمارات الأجنبية، معطى أعلنت جون كيري بأن بلاده تسعى إلى تجاوزه عبر تشجيع رجال الأعمال الأمريكيين للتوجه إلى السوق المغربية التي وصفها بالواعدة. فيما يتعلق بالشق الاقتصادي، فالمغرب تربطه مع الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية للتبادل الحر، ونحن نتطلع إلى رفع درجة التعاون لرفع حجم الاستثمارات الأمريكية في المغرب. اجتماع الرباط الذي يعتبر الثاني بعد ذلك الذي احتضنته واشنطن في سبتمبر 2012 كان فرصة لإبراز الدور الفعال الذي يقوم به المغرب سواء فيما يخص الحرب على الإرهاب أو للتذكير بالمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، والتي تستجيب لتطلعات سكان المنطقة لإدارة شؤونهم. وكاد التوجه المغربي نحو التعاون مع بلدان الفضاء الإفريقي والذي تجسده الجولات الإفريقية المتوالية للملك محمد السادس. إن حكومة الولايات المتحدة تظل ملتزمة بشكل عميق تجاه دينامية الإصلاحات التي باشرها المغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، وهي إصلاحات استثنائية فيما يخص منطقة المغرب العربي، ما يعني أن المغرب نجح في تدبير المستقبل. وبالإضافة إلى التعاون الثنائي بين البلدين، فإن الحوار الاستراتيجي المغربي الأمريكي تطرق أيضا إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مسلسل السلام في منطقة الشرق الأوسط بين الفلسطينيين وإسرائيل والذي يواجهها الفشل حاليا، وكذا الوضع المتدهور في سوريا، حيث دعا صلاح الدين مزوار إلى ضرورة إيجاد حل توافقي يمهد الطريق لانتقال سياسي يضمن سيادة سوريا ووحدتها الترابية.